والاحتفال بالمولد النبوي تشبه بالنصارى ولا يخلو من الشرك والمنكرات، وهذه بدعة عظيمة والمبتدع لا يجوز التحدث إليه. وكما تعلمون يا شباب إن الدول أهل الكفر هي التي تشجع هؤلاء المبتدعين على نشر بدعهم بشتى أنواع الطرق، وكان الصحابة والتابعين يقفون بحزم لهذه البدع، وكانوا يفضحونها ويقمعونها ويقتلون أصحابها. ولعلكم تعرفون قصة المبتدع الجعد بن درهم مع الأمير خالد القيسي في عيد الأضحى، عندما خاطب الناس وقال لهم: أيها الناس، ضحوا فأني مضحٍ بالجعد بن درهم، فقتله. ولذلك يا أخوان يجب أن نبغض بالله كل العصاة والمخالفين ونعاديهم. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يترك الشرك أو التعلق بالأضرحة أو دعاوى الجاهلية مثل القومية أو الوطنية، فإن الله أباح دمه وماله وعرضه لأهل التوحيد وجعلهم عبيد لهم. دق الجرس، كونوا عاقلين وإلا. ها يا أخوان، أرأيتم المباراة أمس؟ نعم. شفت يا أستاذ كيف صكناهم 4 أهداف؟ نعم، رأيت كيف صككناهم بـ4، ولكن الله يجزاكم خير، هناك أمر خطير جداً، ألم تلاحظه؟ بس كيف خطير يا أستاذ؟ سؤالك في محله. خطير أي بمعنى أنه يكمن على عقيدتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. وشو يا أستاذ؟ طبعاً رأيتم اللاعب المحترف الذي سجل الهدف الثالث من خارج خط 18، وهجموا عليه زملاؤنا وقبلوه وحضنوه مع أنه كافر. طيب هذه فيها شيء يا أستاذ؟ يا سبحان الله، يقول فيها شيء. طبعاً فيها شيء، طبعاً. أين ذهب الولاء والبراء؟ وكيف تسلم على شخص وهو عدو لك؟ بس هذا مو بعدوهم يا أستاذ، ما أذاهم ولا ضربهم ولا جاهم منه شر. يا أخي كافر، نعم كافر، وكل كافر عدو لنا. حتى إذا ذهبنا إلى بلادهم لندرس أو نتعالج، يجب علينا أن نضمر في نفوسنا كفرهم وبغضهم، لأن هؤلاء كفر، كفر. كيف يا أستاذ؟ واحد يعالجني وينقذ حياتي وأكرهه، وبعدين إذا كنت أكرهه ليش أدعيه للإسلام؟ خليه يدخل النار أحسن. أقول أنت منت جاي تتعلم، أنت أتيتنا هنا تجادل وتناقش، نعم، ولديك أفكار غريبة، من أين أتيت بها؟ من البيت أليس كذلك؟ كم يا فزر، كم الله يجزاك خير، وأخذه للمدير وبلغه هذه الرسالة: أبو البراء يحييك تحية الإسلام ويقول لك هذا الطالب ليس بطبيعي ووضعه مزري ويحمل أفكارا غريبة وشاذة. هيا. طيب يا شباب، المراقبة ايش تبون تسوون فيها؟ كالعادة، إنما أنا حقيقة عن نفسي في اختبار الإنجليزي لن أراقب عليهم ولن أشدد، فهم ليسوا ملزومين بلغة الكفرة، أليس كذلك يا شيخ عبد الرحمن؟ صحيح، ما هم ملزومين أبد. لا، وأبشرك، أحد الإخوان الله يجزاه خير اقترح على المدير على الأقل في شهر رمضان المبارك لا يدرسون المادة الإنجليزية. والله اقترح طيب، الله يجزاهم خير.